بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك مما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وتقبل منا ما أقمتنا فيه، فضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين، آمين. واليوم نكمل ما يتعلق بأبواب الصيام. يقول: ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان. يحرم، يعني أما يقول يحرم معناه لا ينعقد لو صامهم، ويأثم لو صامهم، يعني يأثم لو صامهم ولا ينعقد صومه، دي يحرم. ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان، يعني صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. مذهب الشافعية أن أيام التشريق اللي هي الثلاث أيام بعد يوم النحر، وبقية المذاهب الثانية هي يومين بعد يوم النحر، والرابع ملحق بهم، وسميت أيام تشريق اللي هي الأيام اللي بيقضوها في منى، لأن كانوا زمان يشرقون اللحم، يعني كانوا بيذبحوه يوم النحر ويشرقوه، يعني يعرضوه للشمس وسيلة لتقديد اللحم، اللي هي وسيلة حفظ اللحم في الأزمنة الماضية قبل التتليج. وإن كان التشريق اللي هو تأديد اللحم ده أفضل من حيث الناحية الغذائية، لأن التجميد بعد فترة معينة، استعمال اللحم المجمد بعد فترة معينة ما بيبقاش مغذي أوي، وبيفقد قيمته الغذائية أحيانا. إنما التأديد اللي هو تجسيف اللحم وبعدين طبخه، إن شاء الله يقعد سنة أو سنتين يحافظ على قيمته الغذائية. فكانوا يشرقون اللحم في هذه الأيام، فسميت التشريق لهذا السبب. لا يجوز طبعا صيام أيام التشريق ولا يوم النحر ولا وكذلك يوم الفطر، يبقى كده خمسة أيام في السنة. ويكره تحريما صوم يوم الشك. يوم الشك اللي هو اليوم الذي لا يظهر فيه القمر مع وجود الصحر في آخر ليلة من شعبان، في ليلة 30، ده يسموه يوم الشك. إنما لو في غيم يبقى من شعبان يقينا، ما نسموه الشك، لأن الرسول بيقول: فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوم. لكن لو كان يوم صحر ولم يظهر الهلال فده شك، ليه؟ ربما يكون ظهر في بقعة أخرى من الأرض ولكن لم يصل إلينا، فيبقى يوم الشك ده يكون مع الصحو، إنما اليوم اللي مع الغيم ده ما اسمه الشك. يكره تحريما يعني أيضا، لكن يختلف عن الخمسة أيام التانية، إن لو صامه ينعقد صومه ويأثم. الخمس أيام التانيين لو صامهم لا ينعقد الصوم ويأثم، لكن هنا ينعقد الصوم يعني لا يبطل ويأثم، ولا يكره لو وافق عادة، على إنه بيصومه لأنه يوافق عادة. عشان كده بيقول إيه: ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه،
وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله: إلا أن يوافق عادة له. يعني ممكن يصوم يوم 30 شعبان ده لو كان يوافق عادة له، كأنه بيصوم يوم الاثنين والخميس طول السنة ووافق هذا اليوم يوم اثنين أو خميس فيصومه لأنه دي عادته، أو أنه هو بيصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم صومه، أو كان عليه قضاء أو عليه نذر فله أن يصومه لهذا السبب. فعلشان كده بيقول إلا أن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو، أو في تعريف تاني ليوم الشك: أو تحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه، أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسق. يعني اشتهر إن في بعض الناس شافوه لكن مفيش حد عدل شافه، يبقى ده اسمه برضه يوم الشك، يعني ناس اتكلموا. عند الإمام أحمد بن حنبل الوحيد عنده لو غم عن الرؤية يصومه من رمضان، عند الإمام أحمد الوحيد، ولكن يخالف صريح الصحيح. ولشان كده المذاهب الثلاثة في هذه المسألة أقوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: فإن غم عليكم فأتموا عدته 30. ربما يكون هذا الحديث لم يصل للإمام أحمد بن حنبل. في حاجة ما قالهاش في الأيام المكروهة في الصيام، هو إذا انتصف شعبان، الحديث صحيح مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا صيام، يبقى يكره صيام النصف الثاني من شعبان أيضا، وإن كان ينعقد صومها لو صام، ولكن يكره لمن ليست له عادة أو لم يصم في النصف الأول برضه. يبقى عندنا في حاجات يحرم صيامها 5 أيام، في يوم يكره صيامه تحريما اللي هو يوم الشك، وكذلك في أيام يكره صيامها مطلقا لا تحريما لكنها كراهة بالمعنى المعروف اللي هو يعني لا يأثم فاعلها وإن كان يعني يثاب تاركها، وهي النصف الثاني من شعبان. ما قالوش هنا لأنه يبدو أنه كان يريد الاختصار. أيوة، هنخلي الأسئلة في الآخر، أيدها عندك في الورقة دي وهنحجبها، عشان عايزين نخلص الصيام النهاردة عشان المرة الجاية نخش في الحج إن شاء الله. هنخش بقى إيه في من فعل منافيا للصوم أثناء الصوم ماذا يفعل. فبدأ بإيه أقوى منافي للصوم، وهو الجماع في نهار رمضان مع العلم بالتحريم، مع العلم بالتحريم والعمد، دي أقصى يعني إيه مخالفة لشهر رمضان. فبيقول: ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج، يبقى يشترط فيها العمد، يعني يخرج الناسي ويخرج المكره، وإن كان حكاية المكره في الإيه في الجماع دي نادرة في الحدوث، لكن لو فرض جدلا إن وجدت صورة يكره فيها فيبقى خارج عن هذه الصورة. ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج، فيدخل كلمة فرج يدخل فيها القبل ويدخل فيها الدبر ويدخل فيها حي أو ميت ويدخل فيها آدمي أو بهيمة ذكر أو أنثى، يبقى مجرد وطئ في أي فرج كان كل ده ويكون عامد وهو مكلف بالصوم، يكون في ايه وقت التكليف بالصوم، يعني حاضر صحيح مقيم
ده المكلف بالصوم. لكن لو على سفر عنده عذر، لو مريض عنده عذر، يبقى المكلف بالصوم اللي هو ايه؟ بالغ حاضر يعني مقيم، وصحيح يعني سليم غير مسافر. واضح؟ يبقى وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل، ويكون برضو بيت النية للصيام، لأن من لم يبيت النية للصيام وجب عليه الإمساك لحرمة الوقت وعليه الإعادة. من لم يبيت النية للصيام الفريضة وجب عليه الإمساك لحرمة الوقت وعليه الإعادة. واضح؟ يبقى ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطئ لأجل الصوم. يعني لو وطئ هيبقى آثم، عمل فعل محرم وأفطر أيضا. كويس؟ فعليه القضاء والكفارة، ساعات يسموها الكفارة العظمى، عشان عليه صيام يوم بداله وعليه كمان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكين. على هذا الترتيب، لازم يراعى الترتيب فيه، يعني لا ينتقل لخصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها. فعليه القضاء والكفارة، يعني هو لو هيصوم 60 يوم يبقى عليه 60 يوم زائد اليوم بتاع رمضان، 60 يوم هيدخل معاهم اليوم الفطر. يبقى فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ولازم في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، فلا تصلح رقبة كافرة. وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. يشترط لوجوب العمد، لوجوب الكفارة العظمى، لوجوب الكفارة العظمى اشترط العلم والعمد، العلم بالتحريم والعمد، وبالتالي يعذر الجاهل المعذور. مين الجاهل المعذور؟ الجاهل المعذور اللي هو واحد حريص على عهد الإسلام، يعني جديد في الإسلام وما يعرفش إن الجماع في أثناء نهار رمضان ده حرام، فيعذر، لكن يبقى عليه الكفارة، مش هتبقى عليه الكفارة العظمى، عليه كفارة بس إيه؟ يقضي ويطعم مسكين وخلاص. لكن عليه القضاء، لكن إيه؟ يشترط لوجوب الكفارة الجاهل المعذور إما حديث عهد الإسلام أو نشأ في مكان بعيد عن العلماء، هو مسلم أبا عن جد بس عايش في بلاد بعيدة عن العلماء، زي مثلا في مجاهل أفريقيا ولا في حتة زي ما يعرفش العلماء، ما تعاملش معاهم، اسمه الجاهل المعذور. الجاهل غير المعذور هيبقى عليه الكفارة. مين هو الجاهل غير المعذور؟ اللي هو قديم الإسلام أبا عن جد وفي مدينة وحوالي العلماء، وبالرغم من كده ما يعرفش الحكم، يبقى ده جاهل غير معذور. واضح؟ يعني ما فيش واحد في بلاد في بره مصر كلها يبقى اسمه جاهل معذور، قول له جاهل غير معذور. ليه؟ لان لا يخلو مسجد الا وتلاقي ناس عارفه الاحكام دي وناس حافظه قران، حتى في كل قرى مصر ونجوع مصر كل الناس عارفه. واضح؟ لكن الجاهل الغير الجاهل المعذور ده ممكن تجده في ايه؟ في بلاد بعيده، فده يعني ايه؟ يبقى عليه القضاء. وقال عليه الكفارة أم لا؟ بعضهم قال لك يكفر يعني يطعم مسكين وخلاص، بعضهم يقول لك عليه القضاء فقط بلا كفارة كمان، وده الراجح إن عليه القضاء بلا كفارة. والجاهل غير معذور كالعالم سواء بسواء، عليه القضاء والكفارة العظمى. فإن لم يجد الرقبة المؤمنة، احنا قلنا على الترتيب، خد بالك ان دي كفارة مرتبة ككفارة الزهار وكفارة القتل، كفارات مرتبة مش على التخيير، على الترتيب. الزهار برضو كده، يا اما في الاول يبدأ بعتق رقبة مؤمنة، ملقاش يبقى يصوم شهرين متتابعين، معرفش يعجز يبقى يطعم 60 مسكين. واضح؟ في القتل، في القتل كفرت القتل ما فيش فيها الإطعام،
عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهر المتقرين، لكن ما فيش فرق طبعا، لكن على الترتيب برضه. يبقى دي كفارات على الترتيب نعرفها في الأحكام المختلفة. فإن لم يجد يعني يجدها اللي هي الرقبة يعني، فصيام شهرين متتابعين طبعا غير اليوم الذي عليه قضاء. فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا لكل مسكين مد. طيب افرض ان هو بدأ يطعم المساكين لأنه عاجز عن الصوم، فطرأ عليه القدرة على الصوم، وجب عليه أن يعود للصوم، وما أطعمه يبقى صدق. واضح؟ يعني أطعم 10 مساكين لسه ما كملش 60، فزال عنه العذر اللي كان يعجزه عن الصوم. نقول له عليه أن يعود للصوم، وبعدين اللي أطعمه ده يبقى له صدق. واضح؟ لا، ما ينفعش ان ايه نخلي كل مسكين يعني يصوم شهر ويطعم 30 مسكين، ما ينفعش، محدش قال كده. قلتوا كده عندكم الاحناف؟ الاحناف قالوا كده، لازم يعني ما ينفعش يخلط الكفارات في بعض، يعني يا يطعم يا يصوم، ولا يلجا للاطعام الا اذا عجز عن الصوم. فان طرأ عليه قبل اكمال الاطعام القدره على الصوم وجب عليه. في ناس الحقيقه يقول لك يستحب، طالما شرع في الكفاره للعجز له ان يتمها، لكن يستحب ان يعود الى الصوم ولا يجب. وده وجه عندنا، يعني في وجه عندنا يقول لك يستحب انه يرجع للصوم ولا يجب عليه، طالما عند شروعه كان عاجزا عن الصوم. خدت بالك؟ لكن ما ينفعش يخلطهم في بعض. فالإطعام 60 مسكين أو فقير، لأن عندنا المسكين والفقير يعني إيه، لو قلنا مسكين وسكتنا يدخل مع الفقير، ولو قلنا الفقير وسكتنا يدخل مع المسكين، ولو قلنا المسكين والفقير جمعناهم يبقى نقصد الفرق بينهما. عشان كده يقول لك إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع في المعنى. والمسكين إحنا عرفناه في باب الزكاة عند الشافعية إنه هو اللي بيبقى عنده قدرة على الكسب إلا أنه كسبه أقل من احتياجه، والفقير العاجز عن الكسب خالص أو ليس لديه مال في الأصل، فالفقير أسوأ حالا من المسكين. خلافا للملكية، الملكية عكسه، خلوا أن المسكين اللي عند الشافعية هو الفقير عند الملكية، والفقير عند الشافعية هو المسكين عند الملكية. يبقى احنا هنطعم هنا 60 مسكينا او فقيرا لكل مسكين مد. المد احنا قلنا حوالي كيلو الا ربع من غالب قوت البلد، كيلو الا ربع من غالب قوت البلد. ما عملوش طعام عند الشفايا، ما عملوش طعام وجابهم قال لهم تعالوا كلوا، ده انا اديهم املكهولهم. واخد بالك؟ يشترط فيها التمليك، يشترط فيها التمليك، مش ان انا اعمل لهم وليمه واجمع 60 واحد يقعدوا ياكلوا، لان ممكن اللي يجي ياكل لا يتملك الا ما اكله، فقد ياكل اقل من المد، فانا المفروض ان انا املكه. واخد بالك؟ ففي الحاله دي لازم اديله في ايده. لكن انت لما بتتعزم على وليمه لا تتملك الا ما دخل في جوفك، ومش مسموح لك تشيل معاك. واضح؟ وبتديله المد اللي هو كيلو الا ربع من غالب قوت البلد، مما يجزئ في صدقة الفطر، واحنا اتكلمنا على صدقة الفطر دي من قوت البلد. فإن عجز عن الجميع، عجز عن انه هو يجيب رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين، زي مين؟ زي الصحابي اللي هو سليمان البياضي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا إيه في نهار رمضان، فما أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، اعتق رقبة مؤمن. قال لا أملك إلا رقبتي.
قال له صوم شهرين متتابعين. قال وهل فعل بي ذلك إلا الصوم، وأنا استحملت صوم يوم لما حصوم شهرين. فقال أطعم 60 مسكين. قال لا، ما بين لبتيها يعني أفقر من بيت، يعني ما فيش أفقر منها في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طب اقعد. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرق من تمر، تمر الصدقة أو هدية أو صدقة. الفرق ده يعني فيه حوالي 15 صاع. 15 صاع، الصاع 4 أمدن، يعني تضرب 15 في 4 يطلع 60 مد. فالرسول قال له فرصة، خلاص خده وأطعم 60 مسكين. فقال يا رسول الله لا أجد أفقر مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذه وأطعمه أهلك، وضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم وانصرف. ده عجز عن الجميع، وانصرافه ده خلى العلماء في شرح الحديث اختلفوا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيقوم بالكفارة بالنيابة عنه؟ لأنه ما قالوش عليه كفارة يعني، ولا هتفضل في رقبته لما يزول عذره يبقى يقضيها؟ واخد بالك كل ده بكل نقيل. وقيل قول ثالث أنه تمت الكفارة بإطعامي لأهلي، لأنه يجوز للمكفر أن يطعم أهله من طعام الكفارة إذا كان هذا الطعام من غيره، هبة من غيره لا من ماله. فلو كان من ماله لا يجوز أن يطعم الواجب النفق عليه. واضح؟ ففيها يعني حديث سيدنا سليمان البياضي فيه خلاف. فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، يعني لا تسقط. فإن قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. طيب لو وطئ في يوم واحد عدة مرات لا تتعدد الكفارة. ليه؟ لأنه أفطر بالجماع الأول، وبعد كده الجماع الثاني ده ما بعملوش وهو صايم، وبالتالي لا تتعدد الكفارة لو تعدد الجماع في يوم واحد. لكن لو وطئ في أيام متعددة تتعدد الكفارة بتعدد الأيام. واضح؟ ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كأن استمر مرضه حتى مات، فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية. وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه. يبقى عندنا صورتين، صورة واحد مات وعليه صيام فائت من رمضان لكن كان بعذر، العذر إيه هو؟ كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كأن استمر مرضه حتى مات، فلا إثم عليه في هذا الفائت ومش محتاجين نعمل له حاجة، لا نطعم عن الأيام دي. وقال ليه؟ لأنه ما عاش بعدها. صحيح، بحيث إن كان متمكن من القضاء فيبقى بغير عذر. يعني واحد مرض في أول رمضان فأفطر وعلى آخر رمضان مات. واضح؟ ده ما خلاص لا إثم عليه ولا يحتاج إلا الفدية ولا الكفارة ولا للصيام عنه ولا شيء. لكن واحد مريض في 10 أيام الأولى من رمضان وبرئ وصام 20 يوم وعليه 10 أيام اللي هو أفطرهم في الأول، فضل مأجلهم لحد ما جه شعبان، يعني مر عليه بقى 11 شهر وما صامش ال10 أيام دي وكان صحيح، وبعدين مات في شعبان. أو ده عليه كفارة، عليه لازم نكفر عنه أولياؤه، يطعمه مسكين عن كل يوم أو يصوم عنه. واضح؟ لأن مات وعليه صيام. يبقى عندنا الصورة الثانية دي،
ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية، وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه. السورة الثانية، أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مدة طعام، وهو رطل وثلث بالبغدادي، وهو بالكيل نصف قدح مصري، والوقت نقول عليه كيلو إلا ربع. وما ذكره المصنف اللي هو بتاع الإطعام ده هو القول الجديد، والقديم هو مخير بين إنه يطعم أو حد يصوم عنه. ده إيه؟ ده القديم. والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه وهو المعتمد. دي من ضمن ال 14 مسألة اللي فيها القديم معتمد على الجديد، يعني المذهب الإمام الشافعي الجديد هو المعتمد إلا في حوالي 14 مسألة دي، من القديم هو المعتمد. ففي الحالة دي للولي أيضا أنه يصوم بدل ما يطعم، يعني هو مخير الولي أنه يطعم أو أنه يصوم، بل يسن له ذلك. وبعدهم قال لك أن الصيام عنه أفضل كما في شرح المهذب، وصوب في الروضة الجزم بالقديم. ده الإمام النووي صوب في الروضة الجزم بالقديم، يعني أن القديم هو الأرجح في هذه المسألة، أنه هو مخير بين الإطعام أو الصيام عنه. والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. واحد عنده مرض لا يبرأ ويمنعه من الصوم، مرض مزمن يعني، أو عنده عجز لا يزول عنه، يبقى ده عليه على أصول الإطعام وخلاص، لأنه مش هيستنى لما يخلص رمضان ويصوم لأنه العجز مستمر معه، يبقى عليه أنه هو يطعم عن كل يوم مد. ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. يعني ما ينفعش، في ناس بتعمل ايه، ودي خطأ شائع، الناس اللي هم العواجيز اللي هم مش قادرين يصوموا او عنده عجز دائم، يجي مع اول يوم في رمضان يروح ايه حاطط، يقول لك اليوم بكام، يقولوا له بخمسة جنيه، خمسة في 30 بمية وخمسين، روح يا ابني حط ال 150 جنيه دي في مائدة الرحمن في الجامع مع اول يوم. ده غلط، لان لا يجوز الكفارة قبل ما ايه ما اليوم ينتهي، تجوز بعد الغروب، عن كل يوم بعد غروب الشمس كل يوم، يبقى بعد غروب كل شمس كل يوم يحط الكفارة عشان يبقى صيامه مظبوط. يا اما يأخرها ويجي اخر يوم في رمضان يروح حاططها مرة واحدة، واضح؟ انما ما يعملهاش مقدما، لا يجوز تقديمها. فهمت المسألة؟ وده خطأ شائع ناخد بالنا منه. ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. يعني ايه؟ ينفع انه يدفعه بعد فجر كل يوم على اساس ان هو شرع الناس في الصيام وهو شرع في الافطار. هنيجي لنوع تاني من اهل الاعذار، الحامل والمرضع. الحامل والمرضع عند الشافعية ليهم حالتين. والمرضع في عند الشافعية على فكرة سواء بترضع ابنها ولدها أو ولد غيرها اسمها مرضع برضه، حكمها واحد، لأن في ستات بترضع إيه أولاد غيرها، يبقى نفس حكمها برضه. يبقى الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما من الصيام، يعني صحتهم ضعيفة ما يستحملوش يصوموا، هم حوامل أو مرادع، في الحالة دي أفطرتا ووجب عليهما القضاء بس بلا كفارة. يبقى عليهم إيه؟ القضاء بلا كفارة، لأن هم خايفين على نفسهم. طيب لو خافوا على أولادهم،
لو خافوا على أولادهم، يعني المرضع خايفة لحسن لما بتصوم لبنها بيجف، يبقى هينضر الولد اللي بيرضى. يبقى في الحالة دي هي بتفطر علشان اللبن ما يجفش، يبقى المصلحة الايه الولد في الحالة دي يبقى عليها القضاء والكفارة. القضاء والكفارة، واضح؟ وكذلك الحامل، لو قالوا لها انت لو صمتي مش هتنضري، بس ممكن الجنين اللي في بطنك يموت عشان ضغطك هينخفض مثلا اثناء الصوم او شيء منها. يبقى في الحالة دي هي بتفطر لمصلحة اللي في بطنها، يبقى عليها القضاء والكفارة. واضح؟ طيب افرض لمصلحتها ولمصلحة الجنين برضو القضاء والكفارة. فهم؟ يبقى لو تمحضت مصلحتها فقط يبقى عليها القضاء دون الكفارة. والمقصود بالكفارة إطعام مسكين. سموها الكفارة الصغرى مش الكفارة العظمى بتاع الجماع. في موضوع الجماع يعني في حتة برضو عايز أقولها لك مهمة. إن المرأة التي جامعها لا كفارة عليه، عليها صيام بس، تعوض بيوم، لكن ما عليهاش كفارة عظمى. ليه؟ لأنها أفطرت بإدخال، بمجرد ما دخل جزء من الذكر في فرجها أفطرت قبل أن يتم الجماع، فهي أفطرت قبل أن يتم الجماع، فيبقى ما أفطرتش بالجماع. فهمت؟ ودي حتة دقيقة. اللي افطر بالجماع هو الرجل، لكن هي لم تفطر بالجماع، ده افطرت بادخال شيء في فرجه، بمجرد دخول اول جزء من الذكر في الفرج افطرت به، فتم الجماع بعدما افطرت. فهمتني بقى؟ فيبقى معلاش كفاره عظمى. فالمراه معلاش تصوم شهرين متتابعين، المراه عليها تصوم يوم واحد وخلاص، الازمه كلها في الراجل. واضح؟ الحامل والمرضع منقول عليها الكفارة، لو أفطرت خايفة على الجنين يبقى كفارة صغرى، وهو إطعام مسكين واحد عن كل يوم، مسكين واحد عن كل يوم مد يعني. وإن خافت على أولادهما، أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع، أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضا. والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رتل وثلث بالعراقي ويعبر عنه بالبغدادي. نيجي لبعض الأعذار الأخرى، وهو المريض والمسافر سفرا طويلا مباحا، إن تضرر بالصوم يفطران ويقضيان. بس في المسافر يشترط علشان يفطر من أجل عذر السفر أن يكون أنشأ سفره قبل بداية الصوم. يعني لو سافر قبل الفجر وطلع عليه النهار مسافر، هنا له أن يفطر من أجل السفر. لكن لو أنشأ سفره بعد الفجر يبقى دخل عليه جزء من النهار وهو في الحضر، ثم طرأ عليه السفر. وإحنا عندنا القاعدة إذا اختلط الحضر بالسفر غلب حكم الحضر، يبقى لا يفطر. يعني انت هتسافر مثلا الاسكندرية، حاجز في قطار الساعة 9 صباحا، 9 صباحا يعني بعد الفجر بشوية، صح؟ يبقى ما ينفعش تفطر من اجل عذر السفر، لانك انت طرأ عليك السفر وقد تلبست بالصوم في الحضر، فيبقى وجب عليك الاتمام. واضح؟ بخلاف المرض بقى، ما احنا بنتكلم على السفر الطويل اللي هو فيه القصر، مالناش دعوه برضه. ما هو ال 12 ساعه هيجي على المغرب يفطر وهو مسافر، يكمل اليوم ويبقى اليوم اللي بعده يفطر. لكن احنا بنتكلم الفرق بين بقى المرض والسفر، ان المرض لو طرأ عليك وانت صائم لك ان تفطر. المرض لو طرأ عليك وانت صائم، يعني واحد ابتدى صيامه كويس على نص النهار، عنده صداع شديد وابتدى بقى يبقى مريض خالص وحرك وتفرك، ليه يفطر؟ فهمت ازاي؟ يبقى الفرق بين عذر المرض للافطار وعذر السفر ان المرض لو طرأ بعد الصوم لك ان تفطر، والسفر لو طرأ بعد الصوم بعد الصوم ليس لك ان تفطر لاجل عذر السفر.
يقول لك طب ما يمكن يتعب في السفر. خلاص اما يتعب في السفر يبقى هيفطر من اجل المرض، فهمتني بقى ازاي؟ لا من اجل السفر. فهمت المسألة؟ يعني افرض ان هو هيركب القطر اللي قلت لك عليه المثال بتاعنا ده الساعة 9 الصبح، فقلنا له ما خلاص انت طالما طلع عليك الفجر وانت في بلدك يبقى انت صايم ما تفطرش. ركب القطر، القطر في الطريق جاله قيء بقى ودوخة وغثيان ومش مستحمل، يبقى يفطر لا من اجل السفر بل من اجل المرض. واخد بالك؟ فهمت بقى المسألة؟ والمريض والمسافر سفرا طويلا، المقصود بالسفر الطويل ايه؟ السفر اللي بتقصر فيه الصلاة وتجمع اللي هو حوالي 84 كيلو في جهة واحدة، اقل من كده ما ينفعش. واضح؟ ادي معنى السفر الطويل. ويشترط كمان ان يكون سفر غير محرم، لان الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني ما يترخص في سفر معصية. سفر المعصية ادينا لكم ليه أمثلة كثيرة، من بينه إن امرأة سافرت بغير إذن زوجها، ده سفر معصية فليس لها أن تفطر في هذا السفر. أو رجل يسافر بغير إذن والديه، يعني أبوه بيقول له ما تسافرش وهو سافر بره، وده سفر معصية. أمه بتقول له ما تسافرش وهو سافر بره، يبقى ده سفر معصية لا يترخص فيه. واضح؟ أو مسافر علشان إيه؟ يعمل حاجة فيها إيذاء، من أجل إيذاء مسلم بغير حق أو شيء من هذا. زي الجماعة الصعيدة يقول لك هيسافر عشان إيه؟ يقتل واحد عشان ياخد بطاره. مسافر عشان يقتل. يبقى ده سفر معصي. يبقى ما يروحش. ما ينفعش يترخص فيه. عشان كده بيقول هنا في الشرح: والمسافر سفرا طويلا مباحا. إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان، وعليهم قضاء يوم، ما لهمش كفارة. الكفارة إمتى؟ لو تأخر عليهم القضاء لحد ما يجي رمضان تاني ولسه لم يقضي ما عليه، يبقى عليه هنا كفارة تأخير وعليه قضاء يوم. يعني أنا علي مثلا 5 أيام من رمضان اللي فات، لا اللي بعد اللي قبله، يبقى أنا في الحالة دي علي صوم 5 أيام وعلي إطعام 5 مساكين. ليه؟ لأن جاء علي رمضان وما كفرت وما صمتش ما كان علي من رمضان الماضي. لو تعددت الرمضانات تتعدد الكفارات. يبقى أنا بقضي ما كان علي من رمضان من 10 سنين. يبقى أنا علي أقضي ما علي من أيام وعلي إطعام مسكين عن كل رمضان من 10 اللي جم بعدين. يبقى علي عن كل يوم 10 مساكين. واخد بالك؟ يبقى تتعدد الكفارة بتعدد الرمضانات. ودي تهتم بها المرأة اللي كان عليها حيض وما كانتش بتقضي ايه صيامها في الايام اللي افطرتها وما كانتش تعرف الحكم، وبعدين ايه جاء عليها عدة رمضانات، فعليها انها تحسب وتطعم بقى ايه مساكين بعدد هذه الايام وتصوم الايام اللي فاتتها. وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل. يعني لو واحد مرضه مطبق عليه يعني شديد، يعني في عز المرض بلغة المصريين، ما يبيتش النية للصيام. خدت بالك؟ لأنه ما هو مريض. لكن لو مرضه غير مطبق، يعني بتيجي له أوقات نشاط وفجأة يهجم عليه المرض، يبقى يبيت النية، لأن يمكن يستطيع يصوم. يعني في واحد مثلا بيجي له كده ايه يسموها كريزة الضغط العالي او كريزة السكر، بس دي ما بيجيلوش كتير، ده احيانا تهاجمه كده واحيانا ما تهاجموش، فده يبيت النية. لو هاجمته اثناء الصيام يفطر، ما هاجمتوش يبقى ايه يصوم. انما اللي مرضه مستمر ومطبق يبقى في الحالة دي ليس له ان يبيت حتى النية، يبقى يترك النية من الليل. وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت، وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلا طالما غير محموم في الوقت ده، فإن عادت الحمى في النهار واحتاج للفطر أفطر. كل ده بناء على قاعدة إيه؟ وقت مما أمرتكم ما استطعتم.
اللي هي القاعدة اللي قاعدها الإمام الشافعي في أصول مذهبه، الميسور لا يسقط بالمعسور. كل دي مبنى جاية من هذا المعنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم فأتوا مما أمرتكم إيه ما استطعتم، اللي هو الإمام الشافعي قال عليها الميسور لا يسقط بالمعسور. وسكت المصنف عن صوم التطوع وهو مذكور في المطولات، هو صيام التطوع ما قالوش المصنف على اساس انه معروف يعني صوم يوم عرفه، صوم يوم عاشوراء، يوم تسوع، ايام البيض، سته من شوال، صوم الاثنين والخميس، اوائل ذي الحجه حتى يوم عرفه، شهر الله المحرم، كل دي صيامات مستحبه. وصيام مثلا ليله الاسراء والمعراج، يوم الاسراء والمعراج، النصف من شعبان، كل دي كان ورد فيها بعض الأخبار الضعيفة، إلا أنه يجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال. وطالما أنت هتصوم بنية الشكر لله فلا بأس. يعني يوم مولد النبي يستحب صومه شكرا لله على أنه من علينا بميلاد هذا النبي. مثلا صلى الله عليه وسلم، لو واحد هيصومه بهذه النية لا بأس، ما هي نية شرعية جائزة. النبي كان يصوم يوم الاثنين وقال يوم ولدت فيه. يشكر ربنا على هذه النعمة، وإحنا أولى بشكر هذه النعمة كمان. ليه؟ لأن لولا نبينا ما اهتدينا، ولا كنا عرفنا قرآن ولا دين ولا إسلام، وكان زمان المصريين لسه بيعبدوا الجعرين وبيمشوا ورا عجل أبيس وبيعكوا الدنيا، وكثير منهم كان هيبقوا نصارى ويهود، فربنا نجانا به صلى الله عليه وسلم. وتحصل السنة عندنا، سنة صيام هذه الأيام مع الكفارة والقضاء. يعني لو انا علي صيام يوم من رمضان اللي فات، فجيت رحت صايم يوم عرفه ونويته مع القضاء، اخد ثواب يوم عرفه واخد القضاء في ايه؟ في نيه واحده. بس في الحاله دي يجب علي تبييت النيه. واضح؟ السؤال ده كتير بيتسال الناس كل سنه في سته من شوال، يقولوا ينفع سته من شوال يبقوا كمان قضاء مع السنه؟ بيسالوا السؤال ده كل مره. الشافعيه يجيز هذا، والمالكية يجيز هذا، أما الأحناف فلا يجيز هذا، يقول لك كل يفرد بنية. الأحناف بس هم اللي يقول لك كل حاجة تفرد بنية. واضح؟ ولما يبقى عندك ستة شوال وانت راجل حنفي وعليك أيام تعمل ايه؟ يقول لك قدم نية السنة الستة من شوال وأجل القضاء، لأن القضاء على التراخي وستة من شوال على الفور، فتقدم اللي على الفور لأن وقته مضيق. يعني أنا عندي قضاء ست أيام مثلا من رمضان، عندي أقضي الست أيام دي في 11 شهر، مفتوحة في 11 شهر، لكن ستة من شوال لو فات شوال مش هعرف أجيبه. يبقى وأنا راجل حنفي، الأحناف يقول لك كل حاجة بنية منفصلة. اعمل ايه الحنفي؟ يقول لك لا، صوم السنه الاول سته من شوال. ليه؟ لان دي نيه، دي سنه ايه وقتها مضيق، والقضاء وقته موسع، فابتدي بالوقت مضيق الحقه الاول، واللي وقته موسع اعمله براحتك. فهمت بقى المساله؟ يبقى عندنا المذهبين دول، فالمذهبان صحيحان، ولا باس باخذ راي الاحناف في من يسهل عليه الصوم وخروجا من الخلاف، واللي يصعب عليه الصوم ياخد برأي الشافعية عشان يبرأ ذمته من الكفارة ويفوز بالسنة. فالأمر يعني إيه؟ يعني خلاف المذاهب فيه سعة ورحمة. أيوه. لا، ما مش كل لما تبقى سنة راتبة لذاتها. يعني ما ينفع، مش قاعدة طبعًا، مش قاعدة، ده ليها صور تجوز وصور لا تجوز. لكنها مش قاعدة. هي صور تجوز، يعني احنا عندنا مثلا السنن الرواتب لا يجوز ان تجمعها مع الفرض، فما ينفعش اصلي فرض الظهر وانوي معاه سنه الظهر الراتب، ما ينفعش. لكن ينفع انوي فرض الظهر ومعاه تحيه المسجد، ينفع انوي فرض الظهر ومعاه سنه الوضوء. فهمتني؟ ينفع انوي سنه الظهر البعديه ومعاها قضاء حاجه ومعاها استخار ومعاها سنة إحرام. واضح؟ يعني في صور تنفع فيها وصور ما تنفعش.
ودي عايزة تدرس كل حاجة على حدة، لكن لا تقاعدها. فصل في أحكام الاعتكاف. طبعا جاب الاعتكاف بعد الصيام على طول، لأنه يستحب للمعتكف أن يكون صائما، ولا يجب إلا عند الأحناف. يبقى الأحناف عندهم ما ينفعش اعتكاف إلا بصيام، فالصيام جزء من إيه؟ من الاعتكاف ليصح الاعتكاف، فلا يتصور عند الأحناف معتكف إلا صائم. واضح؟ فإن أفطر يوم اعتكاف عليه قضاء يوم الاعتكاف إن كان نذرا. فهمت بقى المسألة؟ لكن الشافعي عندهم الاعتكاف يستحب مع الاعتكاف الصوم ولا يجب، يستحب ولا يجب، فجابوا بعد الصيام علشان كده، مراعاة لخلاف الأحناف ولأنه يستحب معه الصيام. فصل في أحكام الاعتكاف، وهو لغة الإقامة على الشيء من خير أو شر. يعني أنت ما تلاقي واحد كده مقيم على شيء مواظب عليه تقول له أنت عاكف على الموضوع ده كده ليه؟ يبقى عاكف يعني مقيم على الشيء. قالوا كذلك وجدنا أباءنا لها إيه؟ عاكفين. كده برضه عاكفين يعني قائمين على عبادتها. فالقائم على أي شيء يسمى عاكف على الشيء. ده من حيث اللغة. شرعا بقى لما نقول معتكف ونقصد المعنى الشرعي، يبقى معناه إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. إقامة يعني مكلف، معتكف يعني. بمسجد يبقى مكان، واخد بالك؟ يبقى لازم المعتكف يبقى فيه أركان معتكف ومكان، شروط في المكان وشروط في المعتكف، وشروط في الاعتكاف أن يكون بإيه؟ بصورة مخصوصة يعني بنية. لازم يبقى ناوي الاعتكاف. واضح؟ علشان كده قال إيه؟ إقامة بمسجد بصفة مخصوصة. وعند الشافعية الاعتكاف هو يتأتى ولو إيه؟ بوقت يسير. ما زاد عن الاطمئنان. مش مجرد الاطمئنان يعني، مش مجرد تسبيحة. لا يعني تقعد في المسجد كده 5 دقايق ونويت الاعتكاف تقعد تاخد ثواب الاعتكاف. 10 دقايق ونويت الاعتكاف تاخد ثواب الاعتكاف. وقت الدرس ده مثلا لو نويت وانت داخل الاعتكاف تاخد ثواب المعتكف، لان درس بنقعد فيه ساعة مثلا. لكن باقي المذاهب عندهم الاعتكاف لا يكون الا اقله يوم بليلة، 24 ساعة، يوم بليل. فما ينفعش الاعتكاف يبقى جزء من يوم. الشافعية يجيز هذا. والاعتكاف سنة مستحبة في كل وقت، وهو في العشر الأواخر. أصل في حديث وارد عن الشافعية عند ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من اعتكف فواق ناقة. فواق ناقة يعني فواق الناقة اللي هو إيه؟ عارف أنت حلبة الناقة؟ كان يحلبوا الناقة وينتظروا نص ساعة ويحلبوها تاني عشان يكثر لبنها، ما يحلبهاش مرة واحدة، يحلبها الأول شوية ويسيب الضرع شوية كده يقوم يمتلئ تاني، وبعد كده يروح حالب تاني. الفترة اللي بينهم دي اسمها الفواق. ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها إيه؟ من فواق. جاية كلمة فواق دي في سورة صاد، يعني الفواق اللي هي الفترة اللي بين حلبتين، فترة بسيطة. وعلشان كده في وارد حديث: من اعتكف فواق ناقة، يعني فترة بسيطة، فله كذا وله كذا وله ثواب كبير. فالشافعية من هذا الحديث قال لك يجوز الاعتكاف جزء بسيط من الزمن، ولا يشترط فيه اليوم والليل. وإن كان الأفضل عند الشافعية إذا أردت أن تعتكف أن تنوي اعتكاف يوم بليلة حتى يكون اعتكافك صحيح على كل المذاهب. واضح؟ والاعتكاف حكمه إيه؟ سنة مستحبة في كل وقت. وسنة معناها مستحبة برضه، فيبقى كما كونه بيقول سنة مستحبة، فدي الصفة دي من باب ايه؟ تأكيد المعنى يعني، صفة تفسيرية للسنة يعني، لأن السنة هي المستحبة في كل وقت. يبقى الاعتكاف مفيش أوقات فيه مكروهة، حتى أوقات الكراهة في الصلاة تعتكف، أي وقت تعتكف، ملوش وقت منهي عنه. وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره،
لأجل طلب ليلة القدر. عندنا احنا إحياء ليلة القدر يأخذ ثوابها من لم يعلم أنها ليلة القدر الرابح، خلافا لما ذهب إليه الإمام النووي في صحيح مسلم أنه قال لا يأخذ ثوابها إلا من اطلع أنها ليلة القدر. واضح؟ بس الإمام النووي شرح صحيح مسلم وكان سنه صغير، عنده 24 سنة، لكن بعد كده الإمام النووي لما كبر قايل في كتب تانية غير بقى شرح صحيح مسلم، قايل إن لا يشترط أن يكون عالما بها. فلو وافق قيام ليلة القدر لأي إنسان وكانت ليلة القدر ولا يعلم أنها ليلة القدر أخذ ثواب قيام ليلة القدر. واضح؟ يعني مش شرط يكشف له أنها ليلة القدر وهو فيها عشان ياخذ ثواب. وإن كان هذا الرأي قال به كثير من العلماء، لكن الراجح أن فضل الله أوسع من هذا التضييق. يبقى وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لأجل طلب ليلة القدر. وليلة القدر هي أفضل الليالي عندنا بعد ليلة المولد النبوي الشريف. والمقصود بليلة المولد النبوي الشريف الليلة اللي اتولد فيها النبي، مش الليلة اللي بتيجي كل سنة. يعني الليلة اللي اتولد فيها النبي فعلا هي دي أفضل ليلة مطلقا للأمة، وأفضل ليلة للنبي ليلة المعراج حيث رأى ربه. يبقى أفضل ليلة للأمة هي ليلة ميلاد النبي، واخد بالك، اللي هي ايه 12 ربيع عام الفيل. ودي ليلة واحدة مش بتتكرر بقى كل سنة، كل سنة دي ذكرى الليل لكنها ليست هي الليلة. واضح؟ فأفضل ليلة للأمة مطلقا هي ليلة ميلاد النبي، يليها ليلة القدر من كل عام الأفضلية، ثم ليلة عرفات، ثم ليلة الجمعة على تفصيل بقى. لكن أفضل ليلة لنبينا هي ليلة المعراج حيث رأى ربه وجاوز سدرة المنتهى، فدي كرامة ما بعدها كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاوز مقام كل الملائكة وكل الأنبياء، ما فيش مخلوق وصل لما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان. الإمام الشافعي رضي الله عنه رأيه أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان، ورأي الإمام الشافعي كمان أن هي ليلة 21 أو 23. ده رأي الإمام الشافعي، يا ليلة 21 يا 23. الإمام ابن عباس رضي الله عنهما رأيه أن هي ليلة 27 وسبت، ليلة 27 كل رمضان وسبت. باقي العلماء في الراجح أنها متحركة في رمضان كله، وأن أغلب ما تكون في العشر الأواخر، لكن ليست منحصرة في العشر الأواخر، لكنها تتحرك في رمضان كله، فقد تكون أول ليلة في رمضان، قد تكون ليلة النصف، ولكن على سبيل الغالب الأعم وليس على سبيل الانحصار تكون في العشر الأواخر، وتكون في الوتر أيضا في العشر الأواخر على سبيل الغالب الأعم، والأغلب الأعم أن تكون في ليلة جمعة في وتر في العشر الأواخر. فلو وافقت ليلة جمعة في وتر في العشر الأواخر تكون أرجى ما تكون هي ليلة القدر. ففي خلاف كبير يعني في ليلة القدر، مزايا كثيرة. فربنا يجعلنا من أهلها كل عام. هو ربنا خبأها علشان تجتهد في رمضان كله من أول رمضان لآخر. وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان، فكل ليلة منه محتملة لها، لكن ليالي الوتر أرجاها، وأرجى ليالي الوتر ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. ليه الإمام الشافعي قال كده؟ عشان في حديث البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلاحى رجلان ورفعت ليلة القدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لقد رفعت ولكن إني رأيت أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. فأمطرت السماء في صبيحة ليلة الحادي والعشرين وسجد في ماء وطين، فكانت ليلة القدر هي ليلة 21. وفي رواية قالوا انها كانت ليلة 23، فالإمام الشافعي قال هي بين 21 و23، لأن الروايتين اختلفوا في تحديد الليلة، هل هي ليلة 21 ولا ليلة 23. وله أي للاعتكاف المذكور شرطان، أول حاجة النية، عشان تبقى معتكف لازم تنوي الاعتكاف،
يعني تنوي البقاء في المسجد. المنذور الفردية أو النذر، أحدها النية وينوي في الاعتكاف المنذور الفردية أو النذر. لو كان هو ناذر الاعتكاف يقول نويت الاعتكاف المنذور، لو كان عليه اعتكاف فرد ينوي الاعتكاف المفروض عليه، لأن الفردية أو النذر يبقى أو هنا إيه للتفسير يعني، لأن الاعتكاف لا يفرض إلا إن كان منذورا. والثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة، بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا، وشرط المعتكف يبقى متروك للعرف. يعني المكس ده اللي تقعده عشان تقول عليك معتكف متروكة للعرف، علشان كده من ضمن قواعد المذهب الشافعي ايه؟ العادة محكمة. العادة محكمة من ضمن قواعد المذهب. العادة اللي هي العرف، فنعرف ان ده معتكف ولا لا ازاي؟ بالعرف. قد ايه؟ ربع ساعة، نص ساعة، 10 دقايق، 20 ساعة، ما تفرقش بقى، زي ما ايه عرف الناس. لما تبقى قاعد في حتة الناس يقول لك انت قاعد كده ليه هنا بقالك كتير؟ كتير دي قد تكون ربع ساعة، قد تكون 10 دقايق، قد تكون نص ساعة، متروكة للعرف. واضح؟ والثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس به اللبس قدر الطمأنينة، بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا. وشرط المعتكف لازم يبقى مسلم وعاقل ونقاء من حيض ونفاس وجنابة، فما ينفعش يبقى ايه المعتكف غير مسلم، ولا يبقى مجنون، ولا يبقى صبي صغير. يبقى اسلام وعقل ونقاء عن حيض او نفاس وجنابة، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب. ولو ارتد المعتكف او سكر بطل اعتكافه طبعا، لان ارتد ما بقاش اهل للنية، ما بقاش مسلم، وسكر بقى هنا فقد عقله، فما بقاش اهل للتكليف. حتى لو كان غير متعدي. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا لحاجة الانسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة. يبقى ما تخرجش من الاعتكاف الا لاعذار شرعية، من الاعتكاف المنذور الا لحاجة الانسان، يعني عشان يجدد وضوءه ويدخل الحمام او شيء من هذا. افرض ان المسجد فيه ميضاء، لكن هو ما يقدرش يستعمل الا ميضاء بيته. في ناس مرفهة كده، ما يعرفش يدخل حمام الا حمام بيته، لو سافر يجي له امساك، ليه؟ اصل سبت حمام بيته. في ناس طبيعتها النفسيه كده. يبقى خلاص هذا الرجل اللي هو طبيعته النفسيه كده له ان يخرج من المعتكف ويذهب الى بيته ليجدد وضوءه ويرجع تاني، بحيث الا يكون بيته بعيد قوي. ففي الحاله دي يختار المسجد اللي قريب من بيته، علشان ما يقطعش، اذا كان هو من هذه الطبيعه النفسيه يعني. فلا بأس. وله في اثناء بقى ما هو رايح يقضي حاجته انه ايه يعني يعود مريض في سكته، في سكته، لكن ما يروحلوش مشوار بعيد عن سكته. يعني في الطريق كده يعدي على مريض، عارف انه فلان، بس يكون في سكه الميضاء. واضح؟ فيبقى ما قطعش اعتكافه. او عذر من حيض، افرض امراه معتكفه وجالها الحيض، معناها تقطع اعتكافها بقى. يعني مش هتنفع تمكث في المسجد وهي حائض. أو نفاس، حامل ومعتكفة هتولد، خلاص بقى تطلع بقى، هتولد بره وتخلي النفاس. خدت بالك؟ دي حاجات كلها تقطع الاعتكاف. أو عذر من حيض أو نفاس فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما. أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه، هو معتكف الحمد لله بس عي ومحتاج بقى ياخد محاليل وعلاج ومضادات حيوية وحد يرعيه ويعمل ينام على فراش معين وياخد أدوية في مواعيد معينة، يبقى في الحالة دي يطلع بقى من اعتكافه طالما أصيب بمرض لا يستطيع المقامة. لكن لو جاله شوية زكام صداع ويقدر ويعدي اللي حواليه ما يجراش حاجة، ربنا ينجيه. لو كان حيعدي اللي حواليه الأحسن يمشي، عشان لا ضرر ولا ضرار. أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، أو يخاف تلويث المسجد، جاله قيء مستمر ما بيلحقش نفسه، هيقعد في المسجد يلوثه،
او جاله ادرار بول ما بيلحقش نفسه، على ما يطلع الميرا يكون نزل منه نقط في السكه، يبقى دي ما ينفعش بقى، كاسهال وادرار بول. وخرج بقول المصنف لا يمكن الى اخره المرض الخفيف، ضرسه بيوجعه، مش عارف عنده شويه صداع، حاجات عيني احمرت، حاجات بسيطه من دي، ده اسمه مرض برضه بس مرض خفيف، ما يقطعش اعتكافه عشان كحمى خفيفه فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه. ويبطل الاعتكاف بالوطئ مختارا ذاكرا الاعتكاف عالما بالتحريم. يبقى اللي يبطل الاعتكاف المباشره التي يكون معها وطئ جماع، يعني ربنا بيقول ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. يعني لو واحد بيروح يجدد وضوءه في بيته فبيقابل مراته، فلو جامع زوجته يبقى بطل اعتكافه. فهمتني ازاي؟ يبقى لا ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا الاعتكاف عالما بالتحريم. واما مباشره المعتكف بشهوه فتبطل اعتكافه ان انزل. يعني افرض قبل مراته لكن لم ينزل، لا يبطل اعتكافه بس مكروه، لكن لا يبطل اعتكافه، والا فلا. وله ان يتزوج المعتكف ويزوج خلافا للمحرم. يعني ممكن ايه يتجوز باثناء الاعتكاف ويعمل العقد القران بتاعه في المسجد في العشر الاواخر وهو معتكف، ما يجراش حاجه. وله ان يزوج، يبقى وكيل لزوج او ولي لزوجه وهو معتكف بخلاف المحرم. المحرم لا يزوج ولا يتزوج. واضح؟ ولا يكره للمعتكف فعل الصنائع. يعني افرض الراجل ده خياط ترزي فجايب معاه حتتين قماش وقاعد يتسلى وهو معتكف، كده خلص ما يجراش حاجه. بس ما يجيبش المكنه بقى يعمل لنا دكانك، لا يعمل حاجه على القد كده. أو راجل مثلا يشتغل راجل كاتب أو صحفي وبيكتب كل يوم مقالة عشان تتنشر في الجريدة، واخد بالك؟ فله أن يكتب وهو معتكف، مفيش مشكلة. أو هو بيألف كتاب أصلا، أو بيعمل رسالة دكتوراه أو ماجستير أو شيء من هذا، لأن يجيب الحاجات دي كلها ويقعد يشتغل على اللابتوب ويكتب ويعمل وهو معتكف، ما يأثرش في الاعتكاف، واخد بالك؟ بس ما يزيدش عن الحد، لدرجة بقى يقعد يكتب في الرسالة والأذان يأذن والناس بتصلي وهو بيضيع الصلاة وقاعد طول النهار، كده زاد عن الحد بقى، كده ما يصحش. مش قاعد في الجامع كمان ولسه في امتى بقى؟ يعني ما يزودهاش عن الحد أهو بقدر إيه؟ الضرورة. ونقف على شرائط وجوب الحج سبعة أشياء المرة الجاية إن شاء الله. كده انتهينا الحمد لله من إيه؟ من الصلاة وملحقتها، أبواب الطهارة والصيام والزكاة، مش كده برضو؟ ناقص لنا الحج. بعد كده نخش في المعاملات إن شاء الله. أي تفضل. لو هو خرج لعذر، لعذر للاعتكاف لا يقطع نيته، بل نيته تبقى منسحبة عليه. يعني أنا خارج أتوضى ورجع تاني، خارج اغتسل للجمعة ورجع تاني، مش محتاج ان انا اقطعها. لكن لو انا خارج لعمل علي ان انا ايه، لو انا خارج لعمل ضروري وناوي ان انا ارجع تاني مع نية العود، لا يقطع اعتكافه عند الشافعي مع نية العود. واضح؟ لكن لو انا خارج وهقول لو كان عندي نشاط ابقى اجي، لو كنت تعبان بقى مش هاجي، يعني مش جازم نية العود، يبقى في الحالة دي يقطع اعتكافه عليه انه يعيد النية تاني مع كل دخول. ايوه في سؤال ايه؟ صلى الله عليه وسلم. ماذا يصوم في شعبان في ايام كثيرة؟ هذا الشهر يغفر بين الأدراك. يغفر عنه كثير من الناس. فبيصوم ايام كثيره. لان من هنا استدل الصوفيه على استحباب الذكر في مواضع الغفله. فهم؟ يعني لما تبقى قاعد كده في وسط ناس غافلين وتذكر يبقى ثوابك اعلى. بخدوها يعني من كلام النبي ان هو يغفل الناس عنه
بين رجب وشعبان فأحب أن أصوم فيه، فاستدلوا. على أي حال النبي كان يكثر من الصيام لأن النهي عن النصف الثاني لمن لم يصوم في النصف الأول، أما النبي فكان بيصوم من أوله، فالنبي مش داخل في النهي. بالإضافة لأن قول النبي إن خالف فعله فنقول الفعل خاص بالنبي، واضح؟ يعني قد يحتمل أن نقول إن ده خاص بالنبي، لكن هو مش خاص بالنبي بدليل أنه أجاز لغيره أن يصوم النصف الثاني إن كان وافق له عادة أو كان عليه قضاء أو شيء من هذا. أما النبي فكان يكثر من صيام شعبان صلى الله عليه وسلم لأنه كان أيام كثيرة تفوته من صيام السنة في غزواته وسفراته، فكان يعوض ده كله لأن النبي كان يستحب قضاء ما فاته من المستحبات، واضح؟ دي كانت عادة النبي كده، حتى السنة اللي تفوته كان يقضيها. فكان النبي كثيرا يخرج في الغزوات وكان يوافق اثنين وخميس فكان يفوت صيامها بسبب عذر السفر، فيأتي في شعبان يعوض ده كله فيصومه كله ما عدا يوم أو اثنين صلى الله عليه وسلم لقضاء ما فاته. وكان ده فرصة زوجاته بياخدوها فرصة إن النبي منشغل بالصوم وهم كمان يقضوا ما عليهم قبل ما يأتي عليهم رمضان الجديد كما كانت تفعل سيدتنا عائشة. أيوة يا شيخ. ما هو عامد، عامد أهو. ما هو عامد، نشوف بقى لو هو عامد ومش عالم بالتحريم، جاهل يعني. إن كان جاهل جهل معذور، جاهل جهل معذور، يعني زي ما قلت لك واحد نشأ في بادية بعيد عن الإسلام أو حديث عهد الإسلام يبقى ليست عليه الكفارة العظمى، ليست عليه الكفارة العظمى لحد ما يتعلم. إنما لو كان عامد وجاهل جهل غير معذور يبقى عليه الكفارة العظمى. مش في الفريضة. يعني لا، يبقى يعني جماعة مثلا في يعني في سرتها مثلا مش مشكلة، يبقى ليست عليه الكفارة العظمى، عليه قضاء وكفارة يوم بس، كفارة إطعام مسكين واحد، واخد بالك؟ وعليه قضاء يوم واحد. الجماع لازم في الفرج، لازم في الفرج. يعني افرض ان هو انزل بأي وسيلة أخرى غير الإدخال في الفرج يبقى أفطر ويأثم ولكن ليست عليه كفارة العظمى، واضح؟ زي من أكل أو شرب ناسيا يعني متعمدا في رمضان وهو عارف وعامل يبقى عليه القضاء. ما أنا بقول لك يعني في ناس بقى إيه، في ناس بتقع في المشكلة دي، فربنا ينجينا الحمد لله إن ربنا جعل لها، المهم إن ربنا جعل لها حل، دي نعمة إن ربنا جعل، لأن الكفارات دي من باب إن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات، ودي من الرحمة، يعني هو تملي الكفارة بتيجي من أجل فعل معصية، واخد بالك؟ يوم ربنا يخلي لك مقابل هذه الكفارة طاعة تعملها، كأنه بيبدلها لك حسنات، فدي نعمة من الله إن هيبدل لك معصيتك إلى حسنة، فدي نعمة. ايوه. بدخول اول جزء من حشفة الذكر في فرجها. لا، ما لا يتم الجماع الا بدخول كل الذكر. ايوه، فهي افطرت قبل اكمال الجماع، يبقى خلاص، يبقى هي ليست عليها كفارة العظمى. يقول لك بأي مرض يجعلك مش قادر تصوم. ويكفي خبرة نفسك، وإن لم يكن لك خبرة فلتسأل الطبيب، واخد بالك؟ لكن افرض الطبيب قال لك سوء مش هتتعب وانت جربت وتعبت، خلاص انت هضرب نفسك، افطر، واضح؟ فيبقى يكفيك تجربتك مع نفسك بس، وكل واحد مؤتمن. ايوه. الصيام في السفر الطويل يصح لو سافر في الصيام، لو هو مسافر صام في رمضان إن صح صومه وانعقد وليس عليه شيء، لكن لو بيضعف في السفر له أن يفطر من أجل السفر، بس إمتى يفطر بعلة السفر؟ إن بدأ السفر قبل أن يتلبس بالسفر، لو بدأ الصوم
لو بدأ السفر قبل التلبس بالصوم يعني سافر قبل الفجر، يعني أنا هركب القطر الساعة 4 والفجر بيبدأ 4:30، يبقى أنا تلبست بالسفر قبل الفجر بنص ساعة، مشي القطر دخل علي الفجر وأنا مسافر، يبقى لي أن أنا أفطر. ليه؟ لأن لما دخل علي الصوم دخل علي وأنا مسافر، فلي أن أنا أفطر من أجل عذر السفر. لكن لو أنا ركبت القطار أو الوسيلة السفر بعد طلوع النهار، فأنا لما طلع علي النهار طلع علي النهار وأنا حاضر يعني مقيم، وبعدين طرأ علي السفر وأنا مقيم، فاختلط إيه الحضر بالسفر، القاعدة نغلب حكم الإيه الحضر، يبقى عليه أن يستمر في صومه ولا يفطر إلا إذا مرض، فإن مرض في أثناء السفر يفطر من أجل عذر المرض لا من أجل عذر السفر. واضح؟ والله واضح. والله يعمل لنا بحث، بس اللي أعرفه أنا إنك أنت لا تسمى مسافر لغة إلا إذا كنت متلبسا بالسفر من حيث اللغة. لا لا طبعا، في مذهب سيدنا أبي أيوب الأنصاري ممكن تفطر في أي وقت من أجل السفر، وممكن تقصر كمان وتجمع في بيتك طالما أنت إيه حاطط الشنط ومستني التاكسي يجي، بس ده مذهب ضعيف ومذهب صحابي ولم يوافقوا عليه بقية الصحابة. ده مذهب سيدنا أبي أيوب الأنصاري، كان قاعد في مصر وكان يقصر وهو في الفسطاط، واخد بالك لسه يعني ليه؟ لانه مربط حاجته ومسافر، فكان حتى الصحابه تشوفه تتعجب، لو ما انا مسافر ايه هو، بس انت لسه لم تتلبس بالسفر، لان لا يقال عليه مسافر الا ان كان متلبسا بالسفر. زي ما اديتك انا مثال كده، لما ايه حد يشوفك وانت مثلا في ميدان التحرير وانت من سكان القاهره أو في ميدان السيدة عائشة، هيقول لك أنت مسافر؟ لكن لما أشوفك على طريق اسكندرية الصحراوي، أقول لك أنت مسافر رايح فين؟ يبقى ما اسمكش مسافر إلا لما تخرج من نطاق المدينة. إنما طول ما أنت بتتحرك في نطاق مدينة الإقامة، ما حدش يقول عليك مسافر. مش كده برضه؟ فلا يطلق عليك لفظ مسافر إلا إذا خرجت عن حدود المدينة اللي أنت مقيم فيها. فإذا طرأ عليك الصيام وأنت في هذه الحالة خارج حدود المدينة، يبقى جالك الصيام وانت مسافر، يبقى افطر بقى. فهمتني بقى المسألة؟ لأن أصل مسافر ده اسم فاعل، واسم الفاعل ده معناه متلبس بفعل الشيء غير مرتبط به بزمان. فهمتني ازاي؟ زي ما أقول لك أنا أقول عليك آكل إمتى؟ وأنت الأكل ببقك. قدامك الطبق وشوية ببقك وشوية في الطبق. ساعتها اقول عليه اكل، مش كده برضه؟ اقول عليك متكلم امتى؟ وانت صامت ولا انت بتتكلم؟ يبقى لازم تبقى متلبس بالكلام عشان اقول عليك متكلم. فهمتني بقى ازاي؟ فنفس الحكايه، فقال لك لغه لا يسمى الانسان مسافر لغه الا اذا كان خارج نطاق مدينته. لان طول ما انت بتتحرك في نطاق مدينه الاقامه ما حدش يقول لك عليك انك مسافر. يقول لك انت رايح فين؟ كده برضه يقابلك في مدينه نصر وانت من سكان المقطم، هيقول لك مسافر؟ يقول لك انت رايح فين؟ تقول له انا رايح ازور عمي هنا او واحد صاحبي. انما لو قابلك عند محطه الرسوم اللي بتدفع فيها دي، وجاء واحد صاحبك بيدفع معاك في محطه الرسوم جنبك، يقول لك على فين العزم؟ انت مسافر فين؟ يا دوب قال لك المسافر. شفت بقى؟ فالانسان لا يطلق عليه مسافر الا اذا خرج عن نطاق مدينته. ادي المعنى اللغوي. فالشافعية تلبسوا بالمعنى اللغوي، فهمت ازاي؟ خدوا المعنى اللغوي وربطوا به الأحكام. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.